الحمد لله الشافي العافي الكافي والصلاه على سيد الامه جميعا محمد وعلى اله وصحبه خياني صح شي بدكم ربي يتقبل ربي يعاونكم نعرف اللي من موجبات الراحة في رمضان أن الإنسان بعد ما يتفرهد أكلا وشربا ما فيها بأس إذا كان يعمل أقيت راحة في ياخذ في يشرب في حقه ويتفرهد ينسى سخانة النهار والتعب متاع الصيام لكن المسألة هذه كأنها أخذت من حياتنا حيزا أكثر من اللزوم من حقنا باش نفوسنا علينا حقوق. ومن حقنا مش نمشي ونرتاحوا. لكن بالله اللي عامل كل ليلة. يشق الفطر. مازالت الشربة ما هبطتش. وهو ينجز يجري وين ماشي? <applause> لعب الكارطة. وين ماشي? التقطيع. وين ماشي? يقعد في محشاشة. وين ماشي? باش يعدي صهرية. يجبد هذا ويتحدث في هذا. خويا نجتمعوا ما فيها باس كي نجتمعوا. مريرة سويعة لكن رأوا رمضان ماهوش نتاع لعب كارتا ورمضان ماهوش لعب قمار ورمضان مش اعتداء على الناس ورمضان ماهوش تعبيد قهاوي فقط سامحوني يا, يا مالي القاوي مانيش واقف قدامكم كل وعدة في باب الرزق رب يرزقكم ويعطيكم لكن نقول الامه اللي قهاويها اكثر من مصالحها واكثر من متاجرها واكثر من مدارسها واكثر من كلياتها هي امه تاع القاد, القاد وهي امه متعكبة ولو كانت تشوفوا الامم المتقدمه تلقاهم في وسط الاسبوع ما فماش كرسي في قهوه ناس قهوتها بالواقع وتتعدى احنا الان كرسي وطاوله وشيشه قدامنا واربع ساعات وهو شادد الشيشه في يده إيش يعمل والله ما فهمتش يعمل منين يرتزق ما فهمتش منين يرتزق راهو الأمة اللي تكثر أيام أيام اللعب متاحة وأيام الراحة متاحة وتزيد على أيام عملها هي أمة توخر بالتوالي ولذلك نحب نقول وأن ليالي رمضان لم تجعل لهذا النوع من السلوك معناها شنو نهار كل وانا مجنخ راقد ما يقوم الا بعد العصر وقت اللي يحل عينيه يقول لها شو اش طيبت اش صنفت اش حذرت مهموش هو يهمها هي وبعد المغرب هي تستنى باش يقعد معاها لها ويتحدث معاها ويتكلم معاها يقول لها عندك المسلسل برقع تفرج في المسلسل تفرج في التلفزه او كان بنت سلطان ولا مرت السلطان وهو وين يمشي هو يمشي يقعد في القهوه هذا لا حافظ على اسره ولا حافظ على اولاد ولا حافظ على ذاته ولا حافظ على كرامته وعلى شرفه وعلى شرف امته ولذلك نقول تعديل السلوك في رمضان امر لا بد منه وهذا يا رمضان نعملوها عصا نتكاو عليها لان في نفوسنا فما نقص وضعف وقت اللي نقولوا شبينا كثرنا من هالنوع من السلوك قولوا ما هو رمضان هو قال لك رمضان نعمل هكا لا رمضان قال لنا اقعد واضربوها حتى الاربعة متاع الفجر ومن بعد امشي وتجنخوا في النهار وصباح وقت اللي يقولوا ما تخدمش يقولوا يا اخويا باش نعمل رمضان يتعب لا هو اللي تعب هو رمضان هي اسرار الزايده والفضاءات التي تعطل الذهن وتعطل العقل وتعطل السلوك والتي تحمل على الكسل وسيدنا صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم اني اعوذ بك من العجز والكسل ما فماش مصيبه تصيب امه من الامم قد عجز أبناها عن ان يكونوا قائمين بواجبهم المدني والوطني وشغلهم وأن يمدوا أيديهم باش يرقيوا بلادهم العجز والكسل لا مجال له في أمة تريد أن ترتقي ولذلك يعيشكم يعيشكم من أفضلكم اجعلوا من رمضان مناسبة باش نحقق فيها الوئام الأسري الارتباط الأخوي أن نحقق فيها الذب عن القيم الأساسية وأن نجعل نفوسنا طيعة لله تعالى وخويا اللي باش تعملوا تعملو نفسك تعملوا لنفسك وباش لاولادك وماك باش لحد لحتى حد وما عندك مزيه باش تقدمها لحتى حد مناسبه باش رمضان يكون سبب من اسباب رقي الامه وال... والميزان هو انك اذا عبدت الله تعالى لم تستغرق في عبادتك الى نسيان حق زوجك واهلك واذا لهوت لا تنسى حق العبادة حق الله عليك وحق إخوانك عليك أكل موازنة بين وقت الراحة ووقت اللهو البريء ووقت العبادة ووقت الاشتغال بالعمل هي موازنة ضرورية لأمة تريد أن تعيش الاعتدال المطلوب ولذلك نقول لأخوتي وأخواتي اللي حولنا رمضان إلى ليالي حمراء ولعب كارتا ومصخير على العباد وجبدان اسرار نساء والرجال ويعدي النهار هو مجنخ نهار كله هو يشخر هذا ما فهمش معنى رمضان وليس له من رمضان الا الجوع والعطش رب يهديني ويهديكم الى صالح الاقوال والاعمال والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته